برنامجنا اليوم بيركز على كيف فرق العناية الصحية بتقدم العناية المناسبة لمرضى الكورونا، في نفس الوقت كيف بيحموا أنفسهم وكيف بيتعاملوا بشكل جدا مسؤول للحد من أثر هذا المرض وعدم انتقاله في المستشفى أو انتقاله إلى مرضى آخرين في المستشفى. نسأل الله عز وجل أن يرفع الجائحة عنا، وأتمنى من الله عز وجل يحمينا جميعا، وأتمنى أن نرى دولتنا ووطننا في أسعد ما يكون بإذن الله عز وجل. وشكرا لكم على هذا الصباح.